وسط استعدادات لخوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المصرية أمام مرشح الإخوان المسلمين، تعرض مقر المرشح للرئاسة المصرية أحمد شفيق في القاهرة لإشعال نار، ووسط هتافات مؤيدة لشفيق ومنددة بمرشد الإخوان محمد بديع، قام رجال الإطفاء بإخماد الحريق بسرعة. هذه الحادثة التي قد يراها البعض أنها تصب في صالح شفيق من الناحية المعنوية، إلا أنها تحمل مؤشرات حول مشهد عنفي محتمل قد تحمله النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية في مصر. اللي أنا مستغرباه بقى إن إسقاط النخبة المثقفة اللي هي كانت مرشحة نفسها للرئاسة بتقول بتحمل اللجنة العليا للانتخابات إن ده تزوير، بينما أبو الفتوح في كم غرفة اتدمرت تقريبا يا فندم؟ كم غرفة؟ الغرفة الرئيسية وغرفة المطبوعات والورق كله. مجموعة من البلطجية تعتهي مسمى وجم حرقوا المخزن ومش عارف ليه، مش عارف ليه. الصندوق يقول هم الصندوق يقول الصندوق يقول. وتجمع نحو 1000 متظاهر في ميدان التحرير مساء الاثنين للاحتجاج على مشاركة أحمد شفيق في الدورة الثانية، واندلعت مواجهات في المساء بين متظاهرين ورجال باللباس المدني في ميدان التحرير الذي شهد التظاهرات الكبرى المناهضة لمبارك. وتسود مصر أجواء من الترقب المشوب بالتوتر منذ إعلان النتائج غير الرسمية التي أشارت إلى فوز شفيق ومرسي في الجولة الأولى، إذ أن قطاعا كبيرا من المصريين يعتبر أن رئيس الوزراء الأسبق يعبر عن نظام مبارك، بينما يخشى قطاع آخر من هيمنة جماعة الإخوان المسلمين التي تتمتع بالأغلبية في البرلمان على جميع السلطات في البلاد إذا ما فاز مرشحها بالرئاسة.